يعني الفار اعتقد بس هو الفار الحقيقه مثلا في مباراه الزمالك والمقصه في ضرب الجزاء ضرب الجزاء صحيحه 100% ما حدش رجع ولا فار ولا اي غير وده العداله على فكره وده اللي انا كنت دايما بطالب بيه ان يا جماعه من فضلكم مش احنا مش محتاجين حاجه انا محتاج ان انت تطبق لي العداله على كل الفرق بالمناسبه هي جت بالصدفه في مباراه الزمالك والمقصه هي مش عداله هي بجد والله اصل النقطه في وجود الفار مش هي مش مساله عداله يعني في وجود الفار مساله انك تعمل شغلك يعني حكم الفار مثلا الكره بتاعت المقصه فعلا من الكاميرا من الكاميرا الخلفيه واضحه خلاص يعني في الكاميرا العاديه ما كانتش واضحه في الكاميرا الخلفيه تاكد 100% ان الكره ركله جزاء واضحه جدا ان اليد ما كانتش في مكانها بالظبط زي الكره بتاعه المقصه ضربه الجزاء اللي احرزها احمد سيد زيزو فبالتالي انا نفس الكلمه دي كنا قلناها في بدايه الدوري ببساطه جدا على حكم اللقاء ان هو ما يصدرش الضغوطات لنفسه بالظبط اول ما تلاقي في شك اتفضل وقف الهرب وروح راجع الفيديو وراجع خد 5 دقايق عادي يعني احنا مش مستعجلين على حاجه محدش مش هيستعجلك على شيء بس اهم شيء انك تضمن ان مفيش مباريات في الثلث الاخير من الدوري يكون في اي اخطاء لان فعلا هنا الخطا انت هتضيع مجهود وده اللي حصل بالمناسبه دكتور احمد في مباراه الزمالك والمقاصه كابتن محمد عبد العظيم قدم استقالته بعد هزيمته من نادي الزمالك وبالتالي برضو أثرت بشكل أو بآخر يعني على مصر المقصة في موضوع كان من المفترض زي ما كريم بيقول إن إحنا يا جماعة فاش حاجة ارجع للفار وبص عليه مرة واثنين وثلاثة وعشرة لغاية لما تتأكد تماما إذا كانت ركلة جزاء أو ضربة جزاء أو لأ